والدكتور مسعد في سبتمبر الماضي بعقد المؤتمر الأول الدولي الأول للعلاقات الثقافية المصرية الروسية، حيث تم في يومي 18 و19 سبتمبر الماضيين في دار الكتب والوثائق المصرية، وكان عنوان هذا المؤتمر هو العلاقات الثقافية المصرية بين الحاضر والماضي. واخترنا شخصية المؤتمر، الشخصية التي نحتفي بها هي الشيخ محمد عياد الطنطاوي، ذلك الشيخ المعمم الذي غادر الأزهر ليعيش في صقيع الشمال معلما للغة العربية، وتاركا وراءه هذا الأثر الكبير. اليوم بنشكر للمكتبة القاهرة الكبرى أن تحتوي بين جنباتها تمثالا نصفيا لهذا الشيخ المعمم، الذي كان يرى أن رسالته كرجل علم ورجل دين في نقل ما يحمله من تراث ثقافي وسطي للعالم الغربي. وكان ما حظي به هذا الشيخ محمد عياد الطنطاوي من تكريم وما يحظى به حتى الآن هو أكبر دليل على نجاح هذا الفكر. سبتمبر القادم في 2014 ستشهد موسكو الدورة الثانية للمؤتمر الأول، المؤتمر الثاني للعلاقات الثقافية المصرية الروسية، وسنحتفي فيه في روسيا بشخص من أكبر المستعربين الروس، هو جنادي أغناتيوس كراتشكوفسكي. جنادي أغناتيوس كراتشكوفسكي كان تلميذا للشيخ محمد عياد الطنطاوي، ترأس من بعد وفاة الشيخ محمد عياد الطنطاوي. الشيخ محمد عياد الطنطاوي كان رئيسا لقسم اللغات الشرقية في جامعة سان بطرسبورغ. جنادي أغناتيوس كراتشكوفسكي تولى بعده رئاسة هذا القسم، وأصبح خير سلف لخير خلف، إذ أنه بقوة وبذكاء وبقدرة على الإبداع غير محدودة تولى هذا الزمام، بعد أن أدرك أنه بعد هذا الشيخ المعمم لا يمكن إلا أن يكون مبدعا، أبدع وأخرج شرح معاني القرآن، أخرج مجموعة ضخمة من الكتب، منها كتاب اسمه حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوي، أخرج كتاب عن من المخطوطات العربية، استعرض فيه مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية وما بها من ندوة لكتاب الدكتور حسين الشافعي صفحات من تاريخ العلاقات المصرية الروسية. الحقيقة سبب طلبنا للدكتور محمد أبو الخير إن إحنا شفنا أن هذا الكتاب اللي صدر العام الماضي لم يأخذ حقه إعلاميا وأدبيا منذ صدوره. كنا في مفاجأة من الدكتور حسين الشافعي لما ظهرت فكرة أن يبقى في كتاب بمناسبة مرور 70 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا. فبعد تقريبا مش قادر افتكر المدة، لكن أنا فاكر أنها مدة مش كبيرة، يمكن تكون شهر نص شهرين، قال أنا عندي 240 صفحة. كانت مفاجأة كبيرة جدا. طبعا الراجل جاب أرشيف الخارجية الروسية، وجاب حاجات من أرشيف قومية، وجاب شخصيات متخصصة كتبت، وفجأة بقى في مادة. وده الحقيقة أنا بحييه على أنه هو من الناس القلائل أنه عندما يتحدث يفعل، وده شيء مهم جدا، وأتمنى أن احنا الصفة دي تكون موجودة في شبابنا وفي حياتنا في الفترة الجاية، نحن لما نتكلم ونتحمس ونبقى عايزين نعمل حاجة ما ينتهيش حماسنا على ربع اللي قلناه. لا، دكتور حسين الشافعي نفذ الكلام اللي قاله بنسبة 100%. ظهر الكتاب بهذا الشكل الرائع، الجزء التاريخي الموجود عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية اللي قال دكتور حسين اتكلم عنها من شوية، اللي قبل 70 سنة تاريخيا، وعن فترة 70 سنة، وعن الفترة الحالية. وكان دقيق جدا على حتى صور السفراء، عشان يبقى كل سفراء روسيا اللي جوا مصر أو سفراء مصر في روسيا يبقى موجود صورهم بأساميهم. وكان جهد الحقيقة أنا بحييه جدا عليه، وبحييه على الهدية اللي اداها لمكتبة القاهرة، لأنه ده أرشيف كبير جدا عن الاستشراق الروسي. أنا أرى أن مصر حتى بمثقفيها الكبار وأدبائها العظام والمتخصصون والمهتمون، برضو
احنا بعيد تماما عن مضامين كتيره جدا لمدرسه الاستشراق الروسي، واحده من اهم مدارس الاستشراق في العالم، واحده من المدارس الحياديه اللي كانت. احنا عندنا دراسات كتير قريناها حوالين انه كثير من الاستشراق كان دايما مرهون باغراض استعماريه وبيخدم على الدول الكبرى قبل ما تيجي تستعمر تلك الدول الناميه، فيبقى في دراسات وابحاث علميه ومفيده فعلا، بس كانت بتفيدهم اكتر ما بتفيدنا احنا في التوقيت ده. اعتقد ان الروس ما كانش عندهم الغرض ده، وما كانش في مواجهات عسكريه بين مصر وروسيا، وكانت دايما الاستشراق الروسي على المستوى العلمي والأدبي محايد تماما علميا، فكانت نتائجه كلها في صالح العلم وفي صالح التاريخ. فإحنا كتير ما نعرفش عن ما كتبه كراتشكوفسكي اللي اتكلم عنه الدكتور حسين. يمكن بتيجي في ذهني على طول جملة إن إذا كان أعظم شعراء روسيا وأمير الشعراء في روسيا ألكسندر بوشكين كتب قصيدة بعنوان الرسول ومن وحي القرآن، كتبها من تأثره بكتابات كراتشكوفسكي عن القرآن الكريم. إلى هذه الدرجة كان بوشكين بيشعر أنه له جذور شرقية لملامحه السمراء وشعره الأسود ويختلف عن البشرة الروسية، وهو جده إبراهيم، فسأل. فالشرق في هذا الوقت هو مصر، الضوء والنور هو مصر، العلم في هذا المجال كدولة كبرى بكل المعاني، والترجمات اللي تمت عن ألف ليلة وليلة فأقصد أنه كراتشكوفسكي وغيره للأسف حتى الآن لا نعلم الكثير عن هذه المدرسة، ماذا كتب عن مصر، ماذا كتب عن الشرق العربي بشكل عام. يمكن أنا بحامي الدكتور حسين الشافعي يعني عبء ثقيل، وهو بالفعل يعني لديه الشجاعة والأمانة في هذا المجال، أنه بيشتغل بحثيا بشكل كويس وبيصدر كتب. لسه من أيام صدر كتاب مهم جدا عن السد العالي، أتمنى المكتبة تشوفه قريب جدا وتتمنى عنده لقاء. أنه الاستشراق الروسي وما كتب عن مصر بشكل خاص وما كتب عن الوطن العربي بشكل عام، نحن نستمر في البحث عنه حتى نعلم ما لا نعلمه عن الاستشراق الروسي. أشير أيضا إلى أنه الشيخ عادة طنطاوي أول معلم للغة العربية في روسيا اللي تحدث عنه الدكتور حسين وأهدى كتابه للأستاذ زياد دلوقتي المكتبة، هو أيضا أرسل طالب برعايته الشخصية اسمه أستاذ عبد الله، هو موظف في دار الوثائق القومية، إلى سان بطرسبرغ ليكمل دراسات عليا حوالين الشيخ عادل طنطاوي وما تبقى من آثار لهذا الشيخ الجليل اللي عاش في روسيا مدة كبيرة ودرس وعلم وتعلم ومات ودفن في بطرسبرغ. فربما يعود عبد الله ويضيف لنا صفحات جديدة من العلاقات المصرية الروسية حوالين أحفاد وأبناء هذا الشيخ الجليل الذي عاش ودفن في بطرسبرغ. الحقيقة أنا بشبه صفحات العلاقات المصرية الروسية بأرض مصر الطيبة اللي كل ما تنبش فيها تلاقي فيها خير أو تلاقي فيها آثار أو تلاقي فيها كنوز لحد كبير جدا. الطرفين لا يعني ما فيش الإلمام الكامل بهذا التاريخ الكبير من العلاقات المصرية الروسية. أنا بقى فوجئ ساعات أن بعض الروس ما يعرفوش أن في فنان عظيم اسمه إيفان بالليبن هرب من الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشفية سنة 20 وعاش في اسكندرية وبعدين عاش في القاهرة 5 سنين، وكان من كبار الفنانين التشكيليين في مصر ورسم لوحات وأيقونات نادرة موجودة حاليا على أرض مصر وهي تعتبر ممتلكات مصرية، ولكنها الفنان روسي عظيم اسمه إيفان بالليبن. يمكن لما بتيجي السياحة الروسية يعني غير ما تروح ليهم على القائد قلت أنتم بتحبوا إيفان بالليبن، وكثيرون منكم من هم على دراية بالفن التشكيلي والثقافة الروسية يعلم من هو إيفان بالليبن، ولكن لا يوجد اسم إيفان بالليبن على الخريطة السياحية أو الثقافية، ولا توجد زيارات لهذا الصرح اللي هو إحدى الكنائس اللي موجودة داخل إحدى المستشفيات العباسية اللي فيها أيقونات إيفان بالليبن. ده خبر عادي وبسيط ولكن ممكن يكون مهم في تاريخ العلاقات المصرية الروسية. أسماء كبيرة جدا عاشت في روسيا وماتت في روسيا واتدفنت في روسيا غير الشيخ عادل طنطاوي. ممكن الصفحات اللي جاية تتكلم عن أسماء مهمة جدا أعطت كتير جدا للعلاقات المصرية الروسية. أنا طبعا الجزء الخاص بالعلاقات الثقافية يعني أحب أضيف على عجالة إن إحنا محتاجين جدا إن يبقى فيه
أسس جديدة للتعاون مع الجانب الروسي في الفترة اللي جاية. لحنا عايزين نستحضر فترة الستينات اللي مش هترجع، ولا احنا بنتكلم على فترة مبارك اللي احنا برضو مش عايزينها، اللي كان فيها الباب متوارب و30 سنة علاقات طيبة ولكنها غير مجدية على الإطلاق. لا يوجد مشروع كبير مع روسيا تم خلال 30 سنة، لا ثقافي ولا غير ثقافي، ومع ذلك مبارك يتمتع بحالة حب ورضا لحد كبير جدا في روسيا. حتى كان في حالة غضب لما تشال مبارك، ده طبعا دي صفحة وانتهت، لكن انا اعتقد ان هذا الشكل من العلاقات مع دولة في حجم روسيا غير مطروح الان كما كان في عصر مبارك، ولا اتوقع ان تعود فترة الستينات بكل زخمها العظيم. ما كنا بنعتمد على الروس بيجيبولنا الكتاب الروسي المترجم من اللغة الروسية للعربية لحد عندك، انت كنت بتاخد الادب الروسي مترجم من العربية جاهز على صواني كده فضية جاهزة، كانش في اي عناء من الجانب المصري في التعرف على الادب السوفيتي انذاك. داستايفسكي جاهز بالعربي، وبوشكين بالعربي، وتشيخوف بالعربي، كل ده كان بيجينا لغايه عندنا. طبعا كان برضو مترجمين عرب بس عايشين في موسكو، بس كانت دار رادوجا او دار التقدم. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم تكن هناك تجارب حقيقيه لترجمه الادب الروسي من الروسيه للعربيه. وتحدث الدكتور حسين الشافعي عن الظلم الذي وقع تجاه روسيا من مصر، ولكن ايضا هناك ظلم تجاه مصر وقع بحكم التباعد اللي حصل. احنا توقفنا عند تشيخوف ودستويفسكي وبوشكين، ولا يعلم احد منا عن اسماء كبيره جدا موجوده النهارده في روسيا. انا فوجئت في 2010 في معرض القاره الدولي للكتاب لما كانت روسيا ضيف شرف ان في شبان روس اعمالهم عامله ضجه كبيره جدا. ففي واحد اسمه زخار بريليبين، زخار اما عمل اعمال ادبيه لقيته حاجه في حجم علي الاسواني، ممكن لما يعمل عمل ينفذ في خلال اسبوع، حاجه ولا في الاحلام، ما كانتش بتحصل حتى مع كبار الكتاب في العصر الكلاسيكي فطب ده حد مهم، الشبان الروس بيقروا لهذا الشاب. وروسيا معروفه انه الاطلاع عندها والكتب من الدول الكبرى والعظمى في هذا المجال على مدار كل العصور حتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. فهذا الشاب زخار مش معروف في مصر ليه؟ مشكلة مين؟ هل هننتظر روسيا عشان تترجم لنا زخار للعربي؟ لن يحدث. زخار طالما مهم بالنسبة لنا لازم احنا نترجمه من خلال المركز القومي للترجمة، ونبحث عن الآليات اللي جيب لنا الجميل والجديد في الأدب الروسي ليترجم للغة العربية. ده يمكن مهمة الجانب الروسي، وهم أصدقائنا من السفارة موجودين، والحسن الحظ يوجد اللغة العربية، أن هناك أيضا عدم اهتمام من الجانب الروسي يجب إعادة النظر فيه، أنه ساعدوا مصر في تقديم الأدب المتميز. إذا قلت أنا عرفت زخار عشان جاء مصر، أنا لازم أعرف زخار وغير زخار والجيل بتاعه منكم، من المؤسسات الرسمية الروسية، من وزارة الثقافة الروسية، لازم يبقى عندي تواصل مع الجهات المصرية الرسمية أيضا. وإحنا بنعرف مين الأسماء اللي بتظهر كل يوم في الأدب الروسي النهاردة، مبقاش أنا على حب شديد بروسيا وما عرفش حاجة عن روسيا. هم برضو ما يعرفوش حاجة عن مصر، وما يعرفوش كتير عن أسامينا الجديدة، عن جمال الغطاني وعلى الأسواني وبهاء الطاهر ويوسف القايد، ما يعرفوش. هم برضو توقفوا عند فترة الستينات. احنا محتاجين نعمل جسور جديدة مع روسيا تختلف تماما عن الستينات والسبعينات والثمانينات، فيها رغبة متبادلة من الطرفين ان احنا نعرف ثقافة بعض ونعرف أدب بعض، تواصل حقيقي يوصل للشباب. وده يمكن المشروع اللي الدكتور موسى عدويس بيحاول يناضل عشان يوصله، المرصد ازاي الشباب البلديين يقعدوا مع بعض ويتكلموا مع بعض. انا اتمنى ان ده يحصل الفترة الجاية عشان يحصل تواصل حقيقي بين الثقافتين وبين الشعبين، ما تفضلش المسألة محصورة فقط في الرغبة من الطرفين من فوق وفي القاعات، لكن عمليا احنا بعيد عن بعض لحد الوقت للأسف شديد. أنا في لقاءاتي مع بعض الوفود أعلم أن هناك معوقات أمام روسيا لتطوير العلاقات. موضوع ده لازم نعرفه،
ولازم نحط ايدينا عليه، والاعلام المصري يبقى كاشف المساله دي باهتمام شديد جدا، حتى لا تتحول علاقاتنا بروسيا لنفس الفتره بتاعت مبارك اللي هي العلاقات الروتينيه دون جديد. احنا هنرفض ده، لان الشعب المصري لما رفع صور بوتين كانت رغبه شعبيه، لما الشعب المصري رحب بالمبادره الشعبيه وبعت وفد هناك كانت مبادره شعبيه. الناس فعلا عايزه صداقه حقيقيه مع دوله كبيره لنا علاقه بها من النديه والاحترام المتبادل دون تدخل بشؤوننا الداخليه. دي روسيا الكبيره اللي بنت السد العالي ومصنع حديد الصلب ونجاح حماجي وغيره من المشروعات العظيمه اللي الاقتصاد المصري وقف على رجليه بسببها. فاحنا عايزين نرجع لروسيا بس بوعي وباحترام متبادل وبرغبه متبادله. محتاجين المؤسسات الروسيه تقف معانا عشان يحصل التواصل، محتاجين احنا ايضا نساعد نفسنا. يكفي وانا بختم اقول لكم ان روسيا بعتت 89 منحه لوزاره التعليم العالي، زادوا من 50 ل 89 بعد زياره الوفد المصري اللي كان ممثل في المشير والوزير الخارجيه. المنحه تركنت في وزاره التعليم العالي شهر ونص دون رد. انا بقول ده ليه؟ عشان ناخد بالنا ان في ناس ممكن تعوق العلاقات، تعوق بقصد او بدون قصد، لازم ناخد بالنا. دي مصلحتنا ولازم نبقى حريصين عليها. انا في النهايه بشكركم جدا، وبعتبر ان كتاب صفحات من العلاقات المصريه الروسيه للدكتور حسين الشافعي وندوته في مكتبه القاهره هو يعني كلمه شكر للراجل الجميل اللي قاعد النهارده في وسطنا بعد الجهد الكبير اللي قدمه. ونازل الكتاب يستحق ان انتم تكتبوا عنه باهتمام شديد جدا وتقروه كويس، لانه صفحات مع دوله كبيره ودوله عزيزه على قلبنا، دولة وقفت معانا في مشروعات عظيمة جدا كان لسه من أيام الناس اللي كانوا موجودين من 50 سنة موجودين في القاهرة، 85 سنة و 80 سنة، بس خد تبص في عينيهم تشوف حب جديد لمصر. عشان الناس دي وعشان التاريخ ده أتمنى إن احنا نبقى واعيين جدا لأي مطبات تعوق العلاقات المصرية الروسية كما حدث في وزارة التعليم. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم أشرف حمود منصور، صحفي. أنا بشكر كمان المنصة الأستاذ حسين الشافعي والأستاذ شريف جاد. عاوز أعرف الثقافة بيننا وبين روسيا بقالها سنين كبيرة، عاوز أعرف مداها في الفترة الجاية. هل هتبقى ثقافة بس من ناحية التبادل بس بين الشعب الروسي ومصر بس، أم هي هتعمق بقى بحورها في التعامل الزراعي، المجال الزراعي، مجال الهندسي، المجالات المتنوعة؟ وهل إحنا ثقافتنا معاهم على مدى بس وقوفنا معاهم على السنين الماضية، أم إحنا بنركز على القواعد اللي هي مبنية بيننا وبينهم بالتبادل؟ وهل إحنا في إنشاء جمعية روسية تنشأ بها تبادل بين الشباب المصري والروسي في الفترة القادمة، ومين هيديرها هذه الجمعية؟ وأشوف الوفد الروسي كان في آخر لحظات